السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة سيتو المرشان في مكان داخل الوطن أو خارج الوطن حبابنا، أهلا وسهلا بكم جميعا. جيت تشوفوا معنا داخل السيد الحجاج ولاد براح، أهلا بك. قريب الصلاة اللي ما عرفش الصلاة في مشاق في المملكة المغربية. هذا راه كان معايا في جوطي يضرب غلف. مرحبا. كنا نصوبوا الراديو ديال تنطروا بلاد. مرحبا مرحبا الزيتوني. الله يحفظك. عزيت عليكم مخمخ وخمخ. يلا تبارك الله على الشربة. انا راس عم طالب الجامعة اللي كاين في كيدير عمون راه مرحبا بك. الله يحفظك. شوف. انا غنمشي عندك. قد بعتي اليوم البقري؟ 50 درهم. وليش ما درتي شغل مليون؟ الأغنية ما فرقش ليها. ولا غالية؟ لا ماشي غالية ما فرقش ليها. يلا الله يسلمك. هذا الحاج أحمد راجل مخير هنا في سيدي عجاج ولاد مراه. كي دايره؟ الله يحفظك. شكرا لك. راجل مخير هذا في سيدي عجاج ولاد مراه. راجل نقي في وصاحبنا. اليوم كي داير ياك بخير؟ اليوم ما عندكمش شغل مليون. واسف اليوم ما عندكم شغل معليش راك عارف العيد وغاليه شحال تقام ب 14 راك عارف لا ارزاق لكش ارزاق كيما تقولوا ارزاق فعلا ارزاق شحال بعتي بكري اليوم بكري ما بين 60 و 55 قول 55 وصافي لا دخول كيما تشوفوا انت تصورتي جوج خطرات تصورتي مع هذا وتصورتي مع ولدك مرحبا هذا تخدم غير من خدام تما اس اليوم وي قول شحال بعتي الماء اس اليوم؟ 65 بغت ولا 60 درهم 60 درهم والغلمي؟ الغلمي هي 60 درهم والبقري؟ البقري هو 60 درهم تبارك الله عليك نفس الثمن وهاد الفواتات بشحال تتبيع؟ كاين 3000 كاين 1600 كاين 2400 على حسب الحجم انا كاين حسب المليحه انا ها المليحه الكاليتي تاع بولفاف هادو بولفاف وكذا مرجان الله يسهل عليك الله يحفظك الله فهد الراجل حفظنا فيك نعمس الله حفظنا فيك نعمس الله يحفظك هذا السي حسن هذاك ولد خوك تا هو هذا ولدي ولدك مشرف محمد امين محمد امين محمد امين شرف ورا نجح تبارك الله فاش بالثاني ولا الثالث؟ الثالث طلع الثالث تبارك الله الله يحفظك راجل زين يا ربي يسهل عليه يا ربي يا ربي غلمية شحال بعتيها لي؟ غلمية معناها ب 12 غندير بهم 11100 دير 1000 بجوج هاد ضرب هذيك وهذيك اقول راه 1000 اللي كاين خلصنا بالك شحال خلصنا بالك بالك فاش خلصتي؟ انا ادري واش خدت عندو هاد السكين 8000 ريال اه صبر معايا لا انا صبر معايا راه مسطي انا ضحك علي راه التلفاز بعثوا لي كاع اللحم الشرطن هذيك السيمانه ياه وين؟ هاي هاي واش شحال في السن هذيك اللي بعثوا لي من اللحم؟ نعم البقري بعثوا لي جنب شرطنا علاش؟ اختي بالرجله اختي بالرجله لا اختي تاع المدور لا بو سوير اختي تاع المدور تاع المدور لا زوين عاش طويل تقنب هذه ماشي لحم هذا الراجل راه باع لي اللحم بحال قنب ها هو خويا زيتون هو قو حسن هذا هذا حسن صاحب مرجان كيف؟ هاي من هنا ماشي مشكل عارفي عارفي وحيد البوسويطات وهد خلي حط ولادي حط ولادي حط ولادي عبر درك يلا عبر حيد بوسويطات ماشي مشكل ماشي مشكل هذا سيد الحجاج ولاد مراه كيف وزيدي كتهلاو فيه يجي عندنا وانا تا الخسر المصور ديالنا بصح الله يحفظك انا ما تنتواش معكم وخاصكم تصوموا معايا خويا الزيتوني مرجان كتشوفوا شدينا ها انا سي حسن راه هذا هو الباطرون تاع هذا تحياتي كمل جروس كمل جروس
شحال خدتي عندو؟ عندو 11.40. هذا المدني تذبح شي حاجة رفيعة مزيان. 11.60 ولا 11.60 عيطنا 40 صاحبنا هذا هو العرض اللي قلتي لي. تسمح في الرحلة ولا لا؟ أيه. داخل السوق هذا؟ لا. من الكويت؟ لا راه عارف واش تخدمو شي حاجة رفيعة. غادي الدار بيضاء. السلعة غادي نضرب غنم. الله يسر ليكم ديتي العب راولي وقفوني هذا راه قال لي رزقنا هذا راه يعني عجل زحاف شوف هذا تذبح شي حاجه رفيعه في السوق تذبح الميت تكتبنا عارف العربي لا في الحقيقه شي حاجه رفيعه هات السيد بعدا هذا حاج يوسف راسه قول لي قول لي السيد والله العظيم الا راسه شحال بعتي للحم انا يا سيد انا 16 ريال الحمد لله وهكم شحال بعتي لي جبنه هو نص درهم حيت لي 40 ولا 60 تبارك الله ما طلعتيش الحانوت هذا هبط دابا السي زيتون الله يسهل هذا احمد ودمر تا هو عنده الحانوت في لاكارسي تاع الجبن ما عندوش العنان أضروبة ماشي عجل هذا عجل هذا عجل صافي صافي ما عليك صافي 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 وي ولد سيدي انا حيت نشوفك تذبح الضروبة اكثر ياك اش غنقول لك راجل مخير هنايا في سيد عجاج في ولاد براح كي تشوفوا معنا حبابنا عيالات رجال بنات ولاد هادو في السيرة سيد عجاج ولاد براح خيرات موجودة عوعة عوعة لحوم هذا المختار ودعمي تبارك الله المختار واسي زيدو وشحال بعت اليوم ما عندكش الغنمي ثاني ما ساليتيش ليه؟ لا والله ما ساليت ليه الله حبيبي ما ساليت احمد راه راجل مقود راجل زين كما تشوفوا 60 درهم اخويا العجل مليح كاليتي وكاين اللي قال لي تيبيه حتى ل 11 الحم 11 ميغا ياك زيتون هذيك يعني عنده الحم 11 علاش احمد ما تبغيش تقر ليا ها علاش ما تبغيش تقر ليا انا بشحال تقام الحم 11 ميه حاجه مليحه ونقيه وزين داكشي العجل بحال هادشي الزيتون تبغي 11 ميه بغيتي حاجه رقيه بغيتي العنان حبيبي راه كيتحام قل تبارك الله على السي احمد الله يجيب بنت رجل عبد الرحيم ديالو بنت الرجل اه وهادو ها هادو مخلهم الناس عارف هذا المختار والحاج وعزار راجل مخير هنايا سيدي حجاج تبع هذا الحانوت في لاكار سيدي حجاج ولاد براح في المدينه تيكون راجل متخم وراجل زين ومصواب كي تشوفوا اللحمة حمراء كي تشوفوا الحمام تاعنا تسيش بحال السوق هذا الهيمة كيفاش؟ الهيمة ما تسيش بحالهم في السوق قال لي هذا اللحم ما تسيش بحالهم في السوق واخا سيدي نديروا اللحمة عنده حمراء وزينة كي تشوفوا معنا حبابنا في المكان هاد الخيرات كاينه في سيدي حجاج ولا مراح خيرات اللحوم الحمراء موجودين هنايا موجودة كلشي موجود ذبح مليح ولا زيت موت شحال كرتي تتبيع 60 درهم سيدي بكري بكري والغنمي 60 درهم ها مابقاش عندك اكتب في السن الله يسر لك كاين عندو رجال وراجل مخير هو درواش هذا حميد الطريف انا بسيتي طرافات راجل خدير يخدم دروبات زينات كما تشوفوا ها عند الهيمه الكديرين تبارك الله هذا راه الدري ولدي زهير شرف هذا شرف شرف هاد الناس راهم كيجيو عندنا كيجيو دابا نشريو ورجع سي حميد بشحال بعتي 60 درهم اخويا حاجه مليحه وزوينه ما كاينش 11 عالف ديال الفوم ما كاينش 11 ولا وراه عجله ثانيه جايه للبلاد راه شتي عرفت عرفت ديما تشري دائما كنشري للبلاد ان شاء الله وهادي صالح مبارك يا هو هذا صالح مبارك من عندنا الله يحفظك الله
باش نخير هذا مصطفى درافات هكا قد لا مصطفى درافات وانت يعطينا وجهك بعدا هزه بارك فيك شوف ترى زوينه ترى كيف وصل لك اللحم ولا انا ما هذا الرجل فروس الكزاره وحده تيجي وعدو بزاف كي انت تشوفوا معنا هذا فروس وحده هنايا الراس هنا حتى شويه شحال بعتي مصطفى الغلمي؟ 60 درهم الغلمي الغلمي 60 درهم والبكري؟ 60 درهم اليوم زاد الثمن شويه مضروب على 60 درهم وينك الساعه ما تقول لنا 11 علاش دابا العيد؟ نعطيو هما 70 درهم شاور عليا نسيب عزه هو الاول ماشي حاجه راك راه شوف انا غا السي مصطفى نوريك كيفاش غتولي تضرب قاطنا سهلا ها هي غادي تقلبها ما تبقاش تضربها هكاك لا ضروري حيت معدلها